عمليات الجيش لتهجير 1156 أسرة من أهالي سيناء تكمل يومها الرابع بمباركة أمريكية وصمت دولي. ومحافظ شمال سيناء يعلن تخصيص نصف مليار جنيه لتعويض الأهالي، و37 أسرة فقط صرفت تعويضاتها. وقبل أيام من الحكم في دعوة تطالب بحجب موقع فيسبوك وتويتر، الداخلية تعلن اعتقال عدد من مدراء صفحات مناهضة للانقلاب. فهل تنجح السلطات في السيطرة على مواقع التواصل كما سيطرت على الإعلام؟ تظاهر أو خرب عندي 10,000 طالب، أنا هفصل 10,000 مرة. جامعة القاهرة تفصل طالبا بعد أكثر من عام على تخرجه، ورئيس جامعة الأزهر مستعد لفصل 10,000 من المتظاهرين. مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من طريقة تعامل الإعلام مع انقلاب بوركينا فاسو، ويقدمون سيناريوهات محتملة لمستقبل هذا الانقلاب من واقع انقلاب السيسي. أرحب بكم من جديد في مصر الليلة، نستكمل معكم في قراءة برنامجنا، ورحب أيضا بزميلي في تقديم هذه الساعة الزميل عمرو حسن في مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا عمرو. أهلا زين. الزميلة سارة رأفت تقرأ موجز الأخبار. أهلا سارة. أهلا زين وشكرا لك، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى موجز لآخر الأخبار. وقع عشرات الصحفيين بيانا أعلنوا فيه رفضهم لما جاء في بيان رؤساء تحرير الصحف والنقيب بدعم جهود عبد الفتاح السيسي في حربه ضد ما يسميه بالإرهاب. وقال بيان الصحفيين الذي صدر بعنوان تكميم الأفواه انتصار للإرهاب، قال إن ما خرج به اجتماع النقيب ورؤساء تحرير الصحف يمثل ردة عن حرية الصحافة وقتلا متعمدا للمهنة وإهدارا لكرامة كل صحفي، متهمين النقيب ورؤساء التحرير بالترويج لرأي واحد والتخلي عن حرية الرأي والتعبير. وصل الجيش تفجير المنازل على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة وتهجير ساكنها من أجل إقامة منطقة عازلة. وتستهدف الخطة الأمنية التي أقرتها حكومة محلب تستهدف إخلاء مسافة بعمق 500 متر غرب الحدود مع قطاع غزة ونقل سكانها إلى الداخل. هذا وأفاد مراسل الجزيرة مباشر مصر في غزة إلى أن أجهزة الأمن المصرية طلبت من جهات في غزة بمنع وسائل الأعلام من تصوير ما يجري على الشريط الحدودي. قالت مصادر للجزيرة مباشر مصر إن قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء بدأت في استخدام زورقين حربيين لنقل الجنود والضباط من مدينتي رفح وشيخ زويد إلى ميناء العريش البحري والعكس، بدلا من ناقلات الجنود على الطريق الدولي العريش رفح بعد استمرار تفجير المدرعات على الطرق في شمال سيناء. قال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم الداخلية إن قوات الأمن اعتقلت عددا من المتهمين بالسفر إلى سوريا والانخراط في صفوف من وصفهم بالجماعات الإرهابية. وأضاف عبد اللطيف أن أجهزة الأمن اعتقلت أيضا 34 شخصا من محافظات الإسماعيلية، سوهاج، البحيرة والشرقية بتهمة الاعتداء على قوات الأمن. قضت نيابة المنصورة بحبس الطالبة هبة قشطة وأربعة طلاب آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، إضافة إلى أستاذ مساعد بكلية الطب بعد اعتداء أمن الجامعة عليهم يوم الخميس الماضي. يذكر أن الطلاب قد تعرضوا للاعتداء الجسدي واللفظي من قبل الأمن الإداري وأفراد فالكون، ما أسفر عن عدد من الإصابات والجروح القطعية، بينما تم نقل الطالب عبد الرحمن شيب إلى المستشفى لتعرضه لنزيف حاد في المخ. قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين بالسويس وقف التعامل مع جميع دوائر القضاء بالمحافظة وأقسام الشرطة بعد تعدي ضباط شرطة على أحد المحامين. كانت ساحة مجمع المحاكم قد شهدت حالة كر وفر بين محامين وأمناء الشرطة قاموا بإطلاق أعيرة نارية والتعدي على محامين
إثر مشادة بين أحد المحامين والضابط المتواجد على البوابة الرئيسية لمجمع المحاكم. كان هذا ما لدينا حتى الساعة. الآن عودة للزميل زين العابدين ليواصل معكم مصر الليلة. شكرا لك سارة. نتوقف أيضا كالمعتاد مع عمرو حسن في محطتنا للتواصل مع المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكيف يمكن أن ينضموا إلينا في النقاش في مصر الليلة. عمرو، شكرا لك زين، وشكر متجدد وترحاب متجدد بكل متابعي برنامج مصر الليلة الذين يتواصلون معنا عبر الهاشتاج الرئيسي للبرنامج هو هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. أيضا لدينا دعوة جديدة للتواصل معنا عبر هاشتاج AJMM سيناي، هاشتاج AJMM سيناي الذي يظهر لا يظهر في الواقع خلف زميلي زين، لكن هذا الهاشتاج تم تدشينه من قبل شاشة الجزيرة مباشر مصر خصيصا لمتابعة الوضع في سيناء. ندعوكم للتواصل عبر هذا الهاشتاج لأنه يحمل كل تعليقاتكم وفيديوهاتكم وأيضا كل الصور المتعلقة بالمشهد من هناك. ونذكر برأس الساعة التالية والتي نبدأها بالتأكيد من قرار أو تصريحات رئيس جامعة الأزهر بأنه بصدد فصل 10,000 طالب إذا استدعى الأمر ذلك فصلا تعسفيا، فليمكن أن يجابه الفصل التعسفي ثورة الطلاب. هذا من زاوية. أما الزاوية التالية والمتبقية لدينا هي تكرار المشاهد المصرية في بوركينا فاسو. الشباب ينظفوا الشوارع والمغاردون يتساءلون الحقوهم قبل ما يحصلون في مصر، فهل وجدت بوركينا فاسو أخيرا من يحنو عليها؟ أنتم من يجيب على هذه الأسئلة في مصر الليلة. لك زين. شكرا عمرو حسن. المشكلة أنه كل هذا يحدث بتعديل في قانون الجامعات، من فعله يجلس الآن في مقعد وثير أمام المروحة في الصيف، طبعا أكيد ما عندوش تكييف، وأمام المدفأة في الشتاء. صحيح. إنه عدلي منصور، شكرا جزيلا. اكتب على حط الزنزانة فصل الطلبة عار وخيانة، هتاف رفعه طلاب جامعة القاهرة في مواجهة قرارات الفصل المتزايدة للطلاب المشاركين في المظاهرات المناهضة للحكم العسكري، لكن الشعار انتقل لبقية الجامعات المصرية بعد أن أصبحت قرارات فصل الطلاب سلوكا معتمدا من رؤساء الجامعات لمواجهة الحراك الطلابي المتصاعد رغم القمع الأمني، حتى إن رئيس جامعة عريقة كجامعة الأزهر قال بعلو صوته فيها إيه لما أفصل 10,000 طالب. فهل ينجح الفصل التعسفي في إخماد صوت الطلبة أم تسري القاعدة؟ ما شاد الطلاب أحد إلا غلبوه. من الأقاليم وداخل القاهرة والبنات ما يربو عن 70. بلهجة هي إلى الفخر أقرب تحدث رئيس جامعة الأزهر عن عدد الطلاب الذين قام بفصلهم، فالرئيس الجديد الذي لم يمض على استلامه مهام عمله شهر واحد بدأ عهده بإعلان أبوته للطلاب، ولكنه أعلن شروطه من أجل استمرار هذه المعاملة الأبوية وعدم الالتجاء لحرمان الطلاب من الطعام والشراب والسكن الذي يوفره لهم. يبقى يحمد ربنا احنا بنأكله ونشربه ويحافظ على النعمة اللي ربنا مديها له، ولما نسكنه ويجي طالب زميله يعبث بالمدينة يبلغ عنه عشان الطالب ده يخرب عليه، عشان لو ما بلغش عنه بدأ فوضى هقفلها. الوشاية بالزملاء إذن هي شرط الاستمرار والأمان من الفصل هذه الأيام في رأي الدكتور عزب الذي أعلنها صراحة حول استعداده لفصل أي عدد من الطلاب. أنت عايز الصراحة؟ لو تظاهر أو خرب عندي 10,000 طالب أنا هفصل 10,000 مرة. كان فصل الطلاب بعد تحقيق شكلي وبهذا الحسم الباتر هو الإجراء الجديد الذي لجأت إليه الجامعات بعد فشلها في احتواء طوفان الاحتجاج الطلابي الذي لم يزده القمع إلا اتساعا خلال عام ونيف من تولي العسكر مقاليد الأمور من جديد في البلاد. وكان الإجراء قد تم تقنينه بقرار جمهوري من الرئيس المؤقت عدلي منصور في فبراير الماضي حين أضاف مادة جديدة لقانون الجامعات تمنح رؤساءها حق توقيع عقوبة الفصل على الطلاب الذين يمارسون أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تستهدف المنشآت الجامعية أو الامتحانات أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة. القانون يا فندم، أساليب الرد على القانون، لأنني ما عنديش مكان بجلد فيه الطلاب، أنا ما بجلدش طلاب ولا بحبس طلاب، أنا بطبق قانون ضبط العملية التعليمية.
المفارقة أن المتحدثين عن القانون كانوا أول منتهكيه حين استغلوا سلطتهم في فصل من تأتيه تعليمات الأمن بالتخلص منه عبر إجراء تحقيق سوري تكون فيه الإدارة خصماً وحكماً، كما امتنعوا في كثير من الحالات عن تنفيذ أحكام قضائية بعودة طلاب كانوا قد تعسفوا في فصلهم، دعك من لهجة التخوين والتحقير في التعامل مع المخالف. هو لما نخلص الجسم من السرطان تزعلوا؟ لما يكون دم طلع في مصر وعاوزين نجهز عليه وننهيه تزعلوا؟ أما المفارقة الكبرى فقد كانت في الفصل الجماعي الذي مارسته جامعة القاهرة على 10 طلاب واحتفت به بعض الجهات، ثم أن اتضح أن منهم 5 من خريجي كلية العلوم، أحدهم قد شارفت مدة تجنيده الإجباري بالجيش على الانتهاء، وقد جاء في النشرة الداخلية التي علقت داخل الكلية أنهم في الفرقة الرابعة، وهي المفارقة التي أكدها بيان لجامعة القاهرة اليوم. جدير بالذكر أن المدير العام لمنظمة Human Rights Watch كان له تعليق موحن الأسبوع الماضي بشأن تعامل الأمن والإدارة مع الطلاب، حيث قال على حسابه عبر تويتر: إن السيسي يريد للجامعات أن تعلم الطلاب أن يكونوا نعاجاً وحسب. ولمناقشة قضية الفصل التعسفي للطلاب وتداعياته على مسار الجامعات وعلى مسار أيضا الحراك الطلابي، أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة أحمد البقري، نائب رئيس اتحاد طلاب مصر ورئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. ومعنا أيضا عبر الهاتف من القاهرة حسن سعد، أحد الطلاب المفصولين من كلية الطب بجامعة القاهرة، طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب. أحمد أهلا وسهلا بك. حسن أهلا بك، قول لنا إيه اللي حصل معاك بالضبط. حسن سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا بيك. هو الحقيقة أنا يوم 13/7/2014 عرفت من الإعلام بقرار فصل من الجامعة، فصل نهائي بدون أي تحقيق وبدون سابق إنذار. أنت عرفت من الإعلام، ما عرفتش من الجامعة؟ عرفت من الإعلام؟ لا عرفت من الإعلام. إن أنا اسمي أول اسم في قائمة المفصولين في جامعة القاهرة بعد إعلان الجامعة، بعد إعلان الجامعة بأسبوع عن فصلها 94 طالب. طبعا أنا سألت في الكلية بتاعتي قالوا لي ما فيش حاجة وصلتنا وما فيش حاجة زي كده إحنا نعرف بيها. بعدها بفترة الكلية اتصلت بيا وقالت لي تعال خد جواب الفصل بتاعك. جواب الفصل كان مكتوب فيه السيد الاستاذ الدكتور عميد كليه الطب القصر العيني: نحث سيادتكم علما بان الطالب حسن سعد احمد صفان المقيد لديكم بالفرقه الخامسه قد تم فصله فصلا نهائيا من الجامعه على خلفيه ارتكاب واعمال شغب وعنف طوال العام الدراسي السابق في وقائع متعدده ومختلفه. دلوقتي انا عايز اعرف حاجه بسيطه جدا. مين اللي ماضي؟ اسمح لي الاول، مين اللي كان ماضي على هذا الخطاب اللي كان موجه الى عميد كليه الطب بجامعه القاهره؟ مدير الشؤون القانونيه جامعه القاهره ورئيس جامعه القاهره ووكيل الكليه مضى عليه. يعني وكيل الكليه ورئيس الجامعه ورئيس اتحاد رئيس شؤون الطلاب. رئيس الشؤون القانونيه. طيب. طيب انت ما تعملكش، طب ايه المخالف للقانون في اللي حصل معاك؟ انت حقك المفروض يحصل معاك ايه؟ هنفترض ان انت عملت شغب بالفعل، ايه اللي كان المفروض يحصل معاك؟ انا لو عملت شغب بالفعل، لو هو عنده دليل واحد عليه يجيبني ويحقق معايا ويقول لي انت ارتكبت شغب في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني وادي الدليل ضدك اهوت، والمفروض انت العقوبه بتاعتك تكون كذا. انا ما حصلش معايا حاجه من ديت. انا فوجئت بعد ما خلصت امتحاناتي، انا خلصت امتحاناتي بتاعت سنه 5 يوم 12/7، ثاني يوم من بعد ما خلصت الامتحانات بتاعتي لقيت ان انا اتفصلت، بيقول لي ان انا اتفصلت على خلفيه اعمال شغب وعنف طول العام طول السنه الدراسيه. ازاي يسيبني طول السنه الدراسيه اخرب؟ طب انت كان تقديراتك ايه السنين اللي فاتت؟ انا الحمد لله بخرج جيد جدا كل سنه. انت تقديرك جيد جدا كل سنه. ومعايا شهاده من كليتي، شهاده حسن سير وسلوك، هقولها لحضرتك حالا دلوقتي. اتفضل. لمن يهمه الامر، بس قرب من التليفون عشان انت بعدت عن التليفون فاحنا مش سامعينك. لمن يهمه الامر، مش سامعينك كويس. حسن سعد للاسف مش سامعينك كويس، يا ريت ترجع التليفون تاني مكانه علشان نسمعك كويس وانت بتقول شهاده حسن سير وسلوك اللي اديتها لك جامعه القاهره. حضرتك سامعني دلوقتي؟ كده كويس، اتفضل.
لماذا هم الأمر؟ الطالب حسن أحمد صوفان كان مقيد بالفرقة الخامسة في العام الجامعي 2013-2014، وكان حسن السير والسلوك طوال فترة دراسته بالكلية ولم يحول إلى الشؤون القانونية من قبل. ماضي عليه مدير الشؤون القانونية في كليتي وعليه ختم جامعة القاهرة كلية الطب. أنا برضو حاجة تانية، أنا بعاني من مرض وبتعالج في مستشفى قصر العيني ومستشفى الطلبة والكلية والجامعة عارفة كده، ومع ذلك معرفش أنا يعني معايا دلوقتي، أنا يوم كان عندي امتحان يوم 19/6 وأنا في الليلة تعبت وأغمى عليا ونقلوني المستشفى وأجلوني الامتحان بتاعي. طيب أنت شاركت في مظاهرات حسن سعد ولا ما شاركتش؟ لا انا ما كنتش في حاجه، انا ولو عنده دليل ضدي يجيبه دلوقتي ويقدمه وانا مش هتكلم خالص، حتى لو طلع دليل ضدي انا هسحب القضيه اللي انا رافعها في مجلس الدوله. طيب لا، لكن انت شاركت ولا ما شاركتش في مظاهرات؟ انا ما كنتش شاركت في حاجه. طيب وانت ما حصلش معاك اي تحقيق على الاطلاق؟ على الاطلاق يا فندم، هو طلع على قناه النهار في حوار تلفزيوني قبل العيد وشتمني وقال عليا ان انا بلطجي وارهابي. طيب. وان انا كنت بخرب في الجامعه. اشكرك شكرا جزيلا حسن سعد، احد الطلاب المفصولين من كليه الطب بجامعه القاهره، طالب بالفرقه الخامسه بكليه الطب. تقديراته طيله السنوات الخمس الماضيه جيد جدا ومعاه شهاده حسن سير وسلوك، وتم فصله دون اي تحقيق معه من جانب الجامعه حسب ما قال لنا، ولم يقدم أي دليل على أنه شارك في عمل شغب كما جاء في قرار فصلي. معنا أيضا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور خالد سمير، عضو حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات. دكتور خالد، إذا لم يكن هذا هو التعسف والفصل التعسفي بعينه، فما هو الفصل التعسفي؟ لا طبعا، الفصل الطلبة بدون تحقيق مرفوض كلياً، وصحيح في تعديل قانوني صدر في نهاية العام الدراسي العام الماضي بيسمح لرؤساء الجامعات والعمداء بفصل الطلبة دون تحقيق، لكن الكلام ده طبعا مخالف للدستور، وهذا التعديل غير دستوري بالمرة. احنا عندنا مادتين في الدستور واضحتين جدا، المادة 96 التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تتاح له فيها فرصة الدفاع عن نفسه، والمادة 98 وهي الأقوى أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. فأي قانون يصدر يعني يحرم طالب أو عضو هيئة التدريس أو أي مواطن من حق الدفاع هو قانون غير دستوري. وأنا بأنصح أي طالب طبعا بأنه هو يطعن على قرار الفصل اللي بيصدر من أي جامعة أو من يعني سواء من عميد أو رئيس جامعة في المحكمة الإدارية، ويمكن طلب عدم دستورية هذا التعديل في المحكمة الدستورية العليا أثناء نظر مثل هو اللي عمل التعديل ده، هو رئيس المحكمة الدستورية العليا للأسف، يعني اللي عمل هذا التعديل. نعم. في قانون الجامعات هو رئيس المحكمة الدستورية العليا. لا، هو كان ساعتها رئيس مؤقت للجمهورية، وما يعني ما كانش بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا. صحيح، لكن هو حاليا رئيس المحكمة الدستورية العليا، يعني أي طعن على هذا القانون هيروح لحضرته في المحكمة الدستورية العليا. هو كان في اتفاق ان هو حيتنحى عن نظر اي قانون هو كان الموقع عليه، لان طبعا هو يعني تضارب المصالح يكون واضحا في مثل هذه الامور، وان على المستشار عادل منصور في نظر قضايا قوانين هو الموقع عليها ان يتنحى من نظر هذه القضايا عندما تعرض على المحكمة الدستورية العليا. طيب انتم كحركة 9 مارس في ظل رئيس جامعة الازهر بيقول لك انا ما عنديش مانع افصل 10,000 طالب من اللي بيشاركوا في مظاهرات، قرارات الفصل كانت بتكلم عن الطلبه شاركوا في مظاهرات، يعني ما بتقولش تخريب بس، او بتقول من ضمن الاسباب انه شارك في مظاهرات كان من ضمن اسباب الفصل. هل ده شيء تقبلوه في حركه 9 مارس، انه مجرد انه الطالب يتظاهر او يحتاج دون اي تخريب او اي مساس باي شيء او اي عمل مخالف للقانون يفصل من الجامعه بدون حتى تحقيق؟ لا طبعا، يعني احنا راينا دايما بينبغ من القانون والدستور. احنا قلنا ان حق التظاهر مكفول لانه تعبير سلمي عن الراي، ليست المظاهره هي المرفوضه، وانما اي عنف قد يصاحب هذا او محاوله بالمساس بحريه الاخرين في التعلم او في الامتحانات او غير ذلك. واحنا بصدد عمل رؤيه شامله للازمه الحاليه في الجامعات ومحاوله حلها بطرحها على المجتمع،
إن شاء الله ستكون خلال الأيام القادمة. طيب. لكن بصفة عامة إحنا طبعا ضد الفصل التعسفي وضد منع الطلبة وأعضاء التدريس من الدفاع عن نفسهم باتجاه أي تهمة، وإحنا يعني الدستور واضح في هذا الشأن. ومسألة الإعلانات اللي تصدر من بعض رؤساء الجامعات طبعا هي إعلانات مخزية. الحقيقة أن رئيس الجامعة وظيفته هو تقويم الطلاب وليس فصلهم، وإحنا بنرى أن فصل أي طالب هو صناعة لإرهابي، وإن كلما كان الطالب يعني أكثر تعلما وأكثر خصوصا في تخصصات زي الكيمياء الحيوية اللي ممكن يعملوا قنابل والأطباء والمهندسين وغير ذلك بيكون أكثر خطورة. أرجو أن تبقى معنا دكتور خالد سمير مستقبله وتمنعه من الالتحاق بكلية أخرى فيتحول إلى إرهابي بالضرورة. طيب. أرجو أن تبقى معي دكتور خالد سمير عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات. أعود إلى ضيفي في الاستوديو أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر ورئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر. رئيس جامعة الأزهر بيعتبر أن المظاهرات اللي حضراتكم بتقوموا بيها وبيعتبر حضراتكم كمان أنه أنتوا ورم خبيث دمل طلع في جسم مصر وهو عايز يخلص مصر من هذا الدمل. إيه ردكم على هذا الكلام؟ يعني في البداية بسم الله الرحيم ردي على تصريحات رئيس جامعة الأزهر. هو ما دول رؤساء الجامعات في عهد السيسي، وهو ده التعليم في عهد عبد الفتاح السيسي. يعني رئيس الجامعة الدكتور عبد الحي عزب وكأنه يعني مأجر الجامعة لمدة 3-4 سنين. واحد بيقول لك أنا هفصل 10,000 طالب في يوم واحد ما عندوش مشكلة، واحد بيقول أن أنا عندي مش هفتح المدن الجامعية، واحد بيقول أن أنا مأجر بلطجية أو مأجورين من الأمن الإداري موقف 7 تحت شجرة وعند الكاميرا. هو الدكتور عبد الحي فيديو موجود ليه على اليوتيوب بشكل واضح، وعند الكاميرا جوه الجامعة أول ما بشوف الطلبة بتتظاهر بأدي أمر أن هم يدخلوا، وعند الشرطة موجودة بره بتخش بعد 5 دقائق تفض المظاهر. هو ده التعليم في عهد عبد الفتاح السيسي. رؤساء الجامعات للأسف بنشوفهم وكأنهم أنا مش عاوز أقول كلمة يعني انتزعت عنهم صفة أستاذ الجامعة والمربي والمعلم، أصبح الآن يتكلم بلسان الكلام. ده هيأثر إزاي على حركة الطلاب في الجامعة؟ لأنه أنت دلوقتي في أكثر من 502 طالب تم فصلهم، ولعل أنت عندك أرقام أكثر مني، لكن في حوالي 502 طالب تم فصلهم فصل على طول يعني بسبب مظاهرات أو شيء من هذا القبيل. هو بيقول 10,000 ما عندوش مانع 10,000، جامعة الأزهر فيها 450,000 طالب، إيه يعني لما أفصل 10,000 منها؟ ما هو الانقلاب العسكري يا أستاذ زين تخطى كل الخطوط الحمراء. يعني إحنا نتذكر الطالبة علا حينما اختطفت من 7 شهور والطالبة عليها بقى لها 13 يوم مختطفة، والفيديو اللي إحنا شفناه بنات فهن الأشراف الأمن الإداري بيتعدى وينتزع حجاب البنات ويغتصب ويتحرش بالبنات داخل الجامعات، ولم نرى ولم أحد يتحرك لرسائل الجامعات ولا أساتذة الجامعات. النهارده حضرتك بتتكلم عن 502 طالب دول السنة اللي فاتت، لكن الأمن في خلال هذا العام تخطى الخطوط الحمراء زي ما حضرتك. يعني احنا بنتكلم عن الثلاث أسابيع اللي فاتوا بس، الثلاث أسابيع الماضيين بنتكلم عن 150 طالب تم فصلهم في ثلاث أسابيع بس. هذا العام بنتكلم عن 400 طالب تم اعتقالهم إلى الآن في ثلاث أسابيع. بنتكلم عن 7 طلبة 7 بنات معتقلات، منهم 4 يا أستاذين اللي عند الآن مش عارفين مكانهم فين، 4 بنات مش عارفين مكانهم فين. الأمر الآخر الأستاذ الدكتور خالد بيتكلم على العنف من الطلبة. أنا بقول له دكتور خالد أنت النهاردة عاوز إيه من جامعة ما فيهاش أي مجال الحريات، كبت الحريات، هو التأكيد أنت كمان لا تؤيد العنف في الجامعة. كلنا لا نؤيد العنف، لكن من الذي بيحاول أن تلجأ الطلبة للعنف حتى يبرر ما يفعل وحتى يبرر قتل الطلاب داخل الجامعات؟ حينما يلغي انتخابات رؤساء الجامعات، حينما يلغي انتخاب اتحادات الطلبة، حينما يعتقل الطلبة، حينما يفصل الطلبة. يعني أنت عاوزين لما نسمع زميلي حسن بيتكلم، هو طالب في 5 طب 5 سنين جيد جدا، وبعدين طالب في طب القاهرة يعني كان جايب 100+ كمان، يعني طب القاهرة ده بياخد من أعلى الدرجات، و4-5 سنين تقدير جيد جدا، يعني ده ترتيبه عالي في طب القاهرة، ويفصل بدون حتى أن يتحول لمجلس تأديب، بدون حتى يتحول إلى هو حسب الدكتور خالد سمير التعديل القانوني اللي عمله عادل منصور يسمح بالفصل بدون حتى تحقيق. يعني الدكتور سمير خالد برضه بيقول كلام غير منطقي وغير، انا طبعا النهارده هو كلامه بيختلف تماما عن المره اللي فاتت. النهارده متضمن على الطلبه الدكتور خالد بيقول، لكن انا هقول بس في نقطه مهمه، ان هو بيقول المستشار عادل منصور يتنحى عن ما هو هيجيب ايه، ما هو كل المنظومه القضائيه واحده. طيب. يعني انت بتتكلم النهارده، انا سؤالي ليك الاولاني اللي احنا هل الكلام ده سيردع الطلاب عن حراكم الطلابي ولا لا؟ بالعكس، 209 طالب تم قتلهم الى الان، ولو فصل لك 10,000 جامعه الازهر ما انا بقول مين اللي هيعمل مظاهره؟ هو يعني بص هقول لك حاجه، النظام الغير قادر على استيعاب مظاهرات الطلاب وغير قادر على فهم الحركه الطلابيه فاشل بكل ما تحمله الكلمه المعنى. عام كامل لم يستطع قمع المظاهرات، عام كامل لم يستطع اقناع الطلبه بانه ما يحدث داخل الجامعات ما هو الا ارهاب حقيقي لطلاب الجامعات وقتل الطلاب وقتل جيل حالا بالتغيير وحالا بالحريه. ينضم إلينا أيضا عبر سكايب من القاهرة المحامي محمد أبو هريرة، محامي مرسى الطلاب حرية. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
لديكم أرقام في المرصد لا شك عن الفترة الثلاث أسابيع الماضية، ما هي حصيلة ما حدث من اعتقالات ومن انتهاكات داخل الجامعة طيلة الأسابيع الماضية؟ أهلا وسهلا أستاذ زين. يعني الحقيقة قبل ما أذكر الأرقام التي تم رصدها من مرصد طلاب حرية، أحب أن أشير إلى بعض النقاط الهامة. يعني النقطة الأولى أن الانتهاكات المتزايدة بحق الطلاب تؤشر إلى أن هذا العام للأسف سيكون كسابقه، والذي صنف على أنه الأسوأ في تاريخ الجامعات المصرية. هذا أولا. النقطة الثانية أن الانتهاكات بحق الحركة الطلابية وبحق الطلاب للأسف أصبحت أكبر من طاقة أي كيان حقوقي. يعني نحن نتحدث عن انتهاكات متسارعة، انتهاكات متزايدة بشكل كبير جدا، أصبحت فعلا مرهقة لأي كيان حقوقي يعمل على ملف الطلاب. النقطة الثالثة والأهم أننا في الحقيقة يعني أمام حالة من السقوط الأخلاقي غير العادي للقائمين على المنظومة التعليمية. يعني نحن بالأمس رأينا جامعة القاهرة والدكتور جابر جاد نصار، وهو أحد أساتذة القانون وهو أستاذ في القانون الدستوري والإداري، يصدر قرار بفصل 10 من الطلاب، ثم يتبين أن 4 من بين 10 الذين تم فصلهم تخرجوا العام الماضي. يعني نحن كما يعني رصدنا العديد من التصريحات الغريبة من بعض رؤساء الجامعات ومن وزير التعليم العالي، والتي تحدث فيها عن حرمان الطلاب من دخول الامتحانات وعن الاعتقالات. الأمر الرابع والمهم أن السلطة الحالية أيضا ضربت بالدستور الحالي الذي وضعته عند الحائط. يعني الدستور بيتحدث في المادة 59 منه عن أن الحياة الآمنة لكل إنسان، الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين. يعني أي حياة آمنة نتحدث عنها ومئات من الطلاب الآن مفردون ومطاردون خارج منازلهم، ورصدنا حتى الآن أكثر من 2268 حالة اعتقال منذ العام الماضي، والعام الحالي 400 حالة اعتقال تم رصدها خلال 3 أسابيع فقط من العام الحالي. كم عدد حالات الاعتقال هذا العام محمد أبو هريرة؟ كم عدد حالات الاعتقال هذا العام؟ الأرقام شبه نهائية، نتحدث عن 400 حالة اعتقال، نتحدث عن أكثر من 150 حالة فصل، نتحدث عن العديد من الانتهاكات والاقتحامات لساحات الحرم الجامعي. إن شاء الله لدينا تقرير سيصدر غدا من مرصد طلاب حرية يرصد. طيب كده إجمالي المعتقلين من الطلاب السنة دي والسنة اللي فاتت كام؟ أكثر من 2268 حالة اعتقال. تمام. طيب هل يعني انتم مرصد في الاخر بيشوف كل الانتهاكات، ولا انتم بتشوفوا بس الانتهاكات ضد الطلاب؟ يعني هل في انتهاكات من الطلاب ضد الدوله، ضد الشرطه، ضد الجامعه، ضد الاساتذه، ولا ما بترصدوش الحاجات دي؟ لا، يعني نحن بالفعل نعمل على رصد كافه الانتهاكات، واي تجاوزات تحدث من الطلاب هي يعني تجاوزات مرفوضه ونرفض العنف. طب ايه التجاوزات اللي رصدتموها من الطلاب؟ نعم، ما هي التجاوزات التي رصدتموها من الطلاب؟ يعني ما انا بقول لحضرتك ان الانتهاكات التي صدرت من الطلاب لا تقارن باي حال من الاحوال بالانتهاكات التي صدرت من الامن او من رؤساء الجامعات. كلها كانت نستطيع ان نضعها في اطار رد الفعل للاسف بسبب الحاله الامنيه غير المسبوقه، بسبب الانتهاكات غير المسبوقه. طيب ايه ابرز هذه الانتهاكات التي رصدتموها محمد ابو هريره؟ زي ايه كده يعني؟ نعم، يعني زي ايه؟ ايه الانتهاكات اللي ممكن يكون الطلاب عملوها؟ لا يعني بعض التظاهرات قد تخرج عن إطار السلمية، ولكن في إطار يعني رد الفعل أو في إطار الدفاع عن النفس قد تخرج بعض، كانت بعض التظاهرات أحيانا تخرج عن إطار يعني السلمية في بعض الأحيان، ولكن في الحقيقة الانتهاكات التي تمت بحق الطلاب أو الاعتقالات التي تمت بحق الطلاب كانت متزايدة بدرجة غير مبررة وبدرجة غير معقولة. يعني نحن نتحدث عن 2268 حالة اعتقال، نتحدث عن مئات من الطلبة تم فصلهم، نتحدث عن أكثر من 21 حالة قتل خارج إطار القانون داخل أسوار الجامعات، كان منهم 20 العام الماضي وحالة هذا العام الطالب عمر الشريف داخل أسوار جامعة الأسكندرية، نتحدث عن 209 قتيل من الطلاب خلال العام الماضي والعام الحالي. ففي الحقيقة يعني رد فعل الطلاب أو الانتهاكات التي تم رصدها من
الطلاب تجاه الأمن الإداري أو تجاه الشرطة المصرية في الحقيقة لا تقارن تماماً أو لا تقارن نهائياً بحالة العداء الشديد. أرجو تبقى معي محمد أبو هريرة المتحدث باسم مرسى طلاب حرين. شوف أيضا مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إيه تعليقاتهم على التهديد بفصل الطلاب بتاع صوفيان إذا خرجوا في مظاهرات. عمرو حسن، في الواقع زين أن معظم هذه التعليقات جاءت من مدونين شباب، هم شباب الجامعات وكان لهم تصورهم ورؤيتهم مختلفة لقرارات الفصل التعسفي. خلينا نتابع ما قاله نور على صفحة مصر الليلة. بداية يقول قراراتهم تعني أنهم يريدون إشعال الجامعة أكثر ولا يريدون حلا للأزمة. أما ما يقوله محمد، أنا أعتقد أن الطلاب مش هيسكتوا وهم هيردوا رد عنيف على قرارات الفصل التعسفي. نصر جميل يقول يا راجل هم 10,000 بس، دي تقريبا الجامعات كلها بقت مع الشرعية، ولا أنتوا عايزين تقولوا للناس أن دول هم الإرهابيين والباقي هم الوطنيين. أسماء كنزي تقول يفصل 10,000 طالب مرة واحدة، طب ما يقفلوا الجامعة أحسن. أما محمد فيقول يعني قلنا قد بالفعل قرأنا هذه التعليق الذي يقول أنه في النهاية لا يمكن فصل هذه الأرقام من الطلبة. على تويتر مجدي عبدو يقول يؤسفني أن أستاذ جامعي أزهري بل ورئيس جامعة يكون أداة لتكميم الأفواه بل ولذبح الطلبة وإجهاض لبنة الفكر الأولى في عقول طلابه. على تويتر أيضا مجدي يقول وهو لما يفصل 10,000 طالب مرة واحدة يبقى هيفضل مين؟ أولاد أنتوا شعب وإحنا شعب، كأن الجامعة بقت من ضمن الورث أو الأبعدية على هاشتاج مصر الليلة. مستمرون مع تويتر مع سعاد التي تقول طب ما يقفل الجامعة أحسن، والله يوفر أو يريح الطلبة. مستمرون أيضا مع تويتر مع عبده الذي يقول افصل يا باشا ولا يهمك، وراك نظام وإعلام ومؤسسات، يمكن تتاخد وزير في الحركة اللي جاية على مجهوداتك الوطنية المخلصة. وبالتأكيد مزيد من التعليقات على صفحتنا على تويتر وفيسبوك. زين، ما أعتقدش هياخدوا وزير أبدا. شكرا جزيلا عمرو حسن. أعود مرة أخرى إلى ضيفي عبر الهاتف الدكتور خالد سمير عضو حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات. كما استمعنا إلى محمد أبو هريرة وإلى أحمد البقري، فإنه يعني من لا يرى الانتهاكات بحق الطلاب في الجامعة يعني اللي ما يشوفش من الغربال يبقى زي ما بيقولوا. لكن أنتوا حضراتكم كنتوا عملتم لجنة تقصي حقائق فيما حدث في جامعة الإسكندرية التي قتل فيها الطالب عمر شريف هذا العام، وهو أول شهيد يقع في الجامعات هذا العام وإن شاء الله يكون الأخير. هل وصلتم إلى أي نتائج من تحقيقاتكم؟ دكتور خالد سمير، لأن كان في استخدام مفرط للقوة من جانب الشرطة. لو سمحت نبدأ من الأول لأن حضرتك ما كنتش طالع، صوتك ما كانش طالع معنا على الهواء، فأرجو أن تبدأ الإجابة من أول. زي ما قلت لحضرتك النتائج التقصي الحقائق الرسمي لم يعلن بعد، النتائج الرسميه لم تعلن بعد، ولكن يعني باختصار كان هناك تجاوزات من الطرفين، وكان هناك استخدام مفرط للقوه من جانب الشرطه، وقد يكون الاستخدام المفرط للقوه ده احد اسباب يعني وقوع اصابات او سقوط القتيل. فيعني ان شاء الله يعني المهم هو حل الازمه الحاليه، يعني ننصح الطلبة بأنهم يكونوا أكثر حكمة، يتمسكوا بحقهم الدستوري في التعبير السلمي عن الرأي، ولكن يحترموا حرية الآخرين أيضا في التعبير سواء في التعبير عن رأيهم أو في يعني عدم الرغبة في المشاركة السياسية داخل الجامعة. وفي نفس الوقت أدعو جميع الطلاب الذين يصدر بشأنهم يعني قرارات فصل دون تحقيق إلى الطعن على هذه القرارات بالطرق القانونية، واحنا ان شاء الله سنساند كل يعني خطوه قانونيه في سبيل المحافظه على الدستور واحترام مواده حتى تكون مصر دوله دستوريه وقانونيه. يعني حضرتك تحدثت عن تجاوزات من الطرفين وكان في استخدام مفرط للقوه من جانب الشرطه المصريه، لكن ما اخبرت بيه من اعضاء لجنه التقصي الخاص. نعم. لكن ايه، ما قالولكش ايه التجاوزات اللي كانت من طرف الطلاب مثلا؟ هيصدر بيان رسمي او تقرير رسمي بكل شهادات اللي هم جمعوها، وكل يعني احنا بنحاول نرصد لكن ما بنقولش وجهة نظرنا في الرصد ده. يعني انا طب هيصدر امتى يا فندم هذا التقرير، تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها حركة 9 مارس، متى سيصدر؟ والله انا مش من اعضاء اللجنة يعني هسأل هذا السؤال، واتمنى ان هو طبعا احنا عندنا مشاكل تانية كتير، يعني حتى بعض اعضاء اللجنه نفسهم عندهم مشاكل
قانونية وداخلين في إضراب عن الطعام إلى آخره. فطبعا في طبعا الدكتورة ليلى سويف بتؤجل، الدكتورة مضربة عن الطعام وكانت معتصمة في دار القضاء العالي. فده أحد أسباب تأجيل صدور النتيجة النهائية يعني. طب أخيرا دكتور خالد سمير، وأنت في حركة 9 مارس استقلال الجامعات، إلى أي مدى الجامعات المصرية الآن مستقلة؟ لا طبعا في وسط الفتنة الحالية هناك يعني هجمة شديدة على الجامعات، كما رأينا صدور قرارات بتعديل قانون الجامعات عدة مرات كلها تتجه إلى الانتقاص من الحريات وإلى يعني منح سلطات إلى للإدارة في الجامعة بتخطي القانون وتخطي حتى المواد الدستورية زي ما كما أشرنا. وإحنا بنخوض برضو حرب قانونية في موضوع تعديل القانون بشأن إلغاء الانتساب. يعني أنتم مش هيكون لكم مثلا موقف يعني من رئيس الجامعة اللي بيعتبر الطلاب المعترضين على السياسات الحالية في البلد بيعتبرهم دمل في جسم الوطن؟ يعني هل سيكون لكم موقف تجاه هذه اللغة، تجاه من رئيس جامعة؟ احنا لا نتوقف عند آراء سياسية وطلقها أشخاص يستغلون مناصبهم، مش ده المهم يعني. احنا عندنا مشاكل أكبر من كده بكتير. احنا النهاردة عندنا رئيس الجمهورية بيعين رؤساء الجامعات ويعين العمداء، ده كلام غير موجود في أي حتة في الدنيا. واحنا فعلا رفعنا قضية وإن شاء الله أول جلسات هتكون الشهر ده. أشكرك. ومستمرين في المسار القانوني حتى إثبات عدم دستورية هذه التعديلات. أشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد سمير. يعني بالصبر وبالقانون نستطيع تغيير الوضع الحالي. شكرا جزيلا دكتور خالد سمير، عضو حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات. كما سمعنا من كلام الدكتور خالد سمير وأيضا من كلام محمد أبو هريرة، فيه تجاوزات أيضا من الطلاب. طيب انا انا اتفهم اي تجاوز من الطلاب يا استاذ زين، بس انا هقول لحضرتك هدي حضرتك نموذجين اتنين هتعرف ان انت يعني تعذر الطالب حينما يعني يغضب احيانا لما يرى. انا والله لما شفت الفيديو بتاع الطالبه اللي تم الاعتداء عليها من قبل الامن الاداري في جامعه الازهر فانا اشرف شعري وقف. يعني ازاي واحد بيمسك بنته ويتحرش بيها ويفتشها تفتيش ذاتي؟ انت عاوز يعني تخيل انت لو واحد يعني احنا عندنا كمصريين بقى وكوطنيه يعني انا ما حدش يتوقع ويتخيل ده بيحصل. يعني تيجي تقول لي الامر الاخر مثلا اديك مثال، مثلا الطالب عمر ياسر ده طالب في كليه الاداب جامعه بورسعيد، ده اعتقل من يوم 20/10 تم اختفائه لعند يوم 30/10 اول امبارح، ظهر النهارده في النيابه وتم تحويله لمحاكمه عسكريه. ده طالب جامعه في كليه اداب جامعه الاسكندريه. الطالبه هبه قشطه دي في طالبه في جامعه المنصوره تم اختطافها يوم 30/10 اللي فات يوم الخميس، والنهارده تم التجديد لها 15 يوم. عشان ايه؟ علشان وقفت. كان في زميل برضه ليه فيديو منتشر على اليوتيوب عبد الرحمن شهيب، ده تم ضربه بالسنج ومن المطاوي من امن من بلطجيه امن جامعه المنصوره، وحينما تمت يعني حاولت انها تشده او تجيبه من البلطجيه تم اعتقاله. والنهارده كل الطلبه دول خدوا تجديدات. يا النهارده بتتكلم عن بس في اسبوع واحد 400 طالب معتقل. انت النهارده جاي بتقول لي تجاوز من الطلبه في ايه؟ يعني دكتور خالد يعني هو بيتكلم يعني انا النهارده طبعا هو كلام متغير، هو بينقل كلام لجنه تخصيص الحقائق اللي هو لسه ما طلعش في التقرير، لكن بيقول انه في تجاوزات من الطرفين وقال برضه هو بيقول حاجه مهمه، في استخدام مفرط للقوه يعني من جانب يكون عبد الفتاح السيسي بيصدر قرار بالغاء رؤساء الجامعات وتخطى القانون. لما يقول ان القضاء اصلا عبد الفتاح السيسي اصدر قانون باعاده الحرس الجامعي، هناك اصلا حكم قضائي بعدم عوده الحرس الجامعي، لما هناك عشرات القضايا للطلاب بتمكنهم من الرجوع مره ثانيه الى الجامعه ولم يكن هناك قضاء، بتتكلم عن مئات من الطلبه قتلوا الان ولم يتم تحويل اي طالب الى الجامعه. النهارده آلاف من الطلاب أي طالب إلى الجامعة لما تم تحويل أي رؤس أي من قتل 209 طالب إلى المحاكمات إلى المحاكمات الآن. الأمر الآخر عشرات آلاف من الطلبة المعتقلين خلف القضبان، ولم يعني الأمر الآخر الائتلاف طلاب مصر ده كان بيطالب بإيه؟ أظن ما كانش ضد عبد الفتاح السيسي اللي كان... أنت كنت جزء من بيان اللي كان البيان الأخير ده طلبة كلهم. أنا السلام مسؤول علاقات الخارجية في اتحاد طلاب مصر، هو خارج من الجامعة تم اختطافه، هو طالع من باب الجامعة تم كان الأمن الجامعة مستنيه بره، رئيس الجامعة راح مبلغ عنه، هو خارج راح الأمن واخده من قدام باب الجامعة، خد 15 يوم. أنس ده اشترك ده كان بيطالب بالإفراج عن الطلاب، وكان وفيديو واضح إن الراجل بيدعو إلى الإفراج عن الطلاب وعودة الجامعات المصرية إلى استقلالها. النهارده لما نشوف الدكتور بيتكلم عن إلغاء رؤساء الجامعات وإلغاء النهارده أنا بقول لك يا وزير خلينا نتكلم في حاجة، إن السيسي ارتكب في حق طلاب الجامعات كل الجرائم. يعني
هقول لحضرتك، اعتقال تم اعتقال، تحرش بالبنات تم التحرش، اغتصاب تم، احكام بالاعدام على 4 طلبه الى الان تم حكم الاعدام، تحويل الطلبه لمحاكمات عسكريه تم، الامر الاخر تحويل الجامعات المصريه الى سكنات عسكريه والى منشات عسكريه. يعني النهارده انا قدام، لو انا وقفت قدام الجامعه وجيت للضابط اللي واقف امام باب الجامعه وقلت له ازيك بس كده وازيك دي مش كانت عاجباه، هحولني محاكمه عسكريه طبقا لقانون عبد الفتاح. لو بصيت له بعين رياضيه تتحول محاكمه. يعني النهارده والامر الاخر، انت النهارده لما اجي انا اشوف ده رئيس الجامعه بيكلم الطلبه بهذه الطريقه، المفروض ان رئيس الجامعه حتى لو الطالب مخطئ ومذنب دائما بياخده بعين الرأفه والشفقه ورحمه، يقول له معلش ويصلح منه. لكن انت النهارده بتشوف رؤساء الجامعات وكانهم، انا مش عاوز اقول بلطجيه، لكن لما نسمع هذه التصريحات من رئيس جامعه للاسف هؤلاء هم أزرع الداخليه لقتل وقمع الطلاب داخل الجامعه. تفتكر هيبقى وزير ولا برضه هيفضل رئيس؟ هيبقى زي محمد مختار جمعه، اي واحد هيبقى يعني ما يقال له سينفذ. اعتقد شكرا جزيلا احمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر. رئيس الجامعه ده كان زوجته عضو تاجر الخمسين، يعني هو جاي عشان كده عشان كان زوجته عضو تاجر الخمسين. شكرا جزيلا احمد البقري، واشكر ايضا ضيفي عبر سكايب من القاهره محمد ابو هريره المحامي والمتحدث باسم مرصد طلاب حريه، واشكر الدكتور خالد سمير عضو حركه 9 مارس لاستقلال الجامعات. وما زلنا معكم في مصر الليله وفي البرنامج بعد الفاصل. مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من طريقة تعامل الإعلام مع انقلاب بوركينا فاسو ويقدمون سيناريوهات محتملة لمستقبله من واقع انقلاب السيسي في مصر.